ايش ده؟ انتوا ما عرفتوا تغلبوا الفضائيين؟ طبعا غلبناهم، دحين احنا الفضائيين الجداد وبنحاول ندمر العالم. كافي، ترى انتوا من الصباح جالسين تلعب. من امس الصباح على كده، شكلهم بيكسروا الرقم القياسي العالمي. ايش؟ بيلعبوا من امس الصباح؟ قفلتها خلاص، بتلعبوا وقت كتير كده. فلافيل ولصق في الكرسي، طلوا كيف صار شكله؟ ايه ده؟ الكرسي لزق في ظهري، الحقوني. هذا مو راضي يطلع منك، كده لازم تتعلم تعيش بيه. استنى كده، لا كتير، انا مش عارف انام، مش نافع الكرسي والسرير في نفس الوقت، وانا تعبت خلاص. هتمزح يا فلافيل وما رح ينفع اللي بتقوله. تمام، انا همشي بيه وخلاص. اخيرا قام مشى، راسي خلاص حتنفجر من الدوشه اللي مسويينها. ها؟ انت بتكلم مين يا ضرغام دحين؟ اكيد فلافيلو. بس هذا دوب ومشى. ايش المشكلة؟ احنا كده على طول. بس انت ما بتجلس معايا وقت كتير كده، ما عندي كلام اقوله. شوفوا كده، ما حد اعطانا مكان في الباص، بس ما في مشكلة ابدا، عشان جلس على الكرسي اللي كان معاه في ظهره. طلع موضوع كرسي مفيد، وكمان حيريحوا مرة في المواصلات. هدول ما حد يقدر يفصلهم. هدول الثنائي العظيم ما تقدر تفرقي بينهم ابدا. المهم ان كرسينا راح في الموضوع هذا مع عم فلافيلو. بالضبط، واستنيت النهاية في الفيلم كمان، ما قدرت طبعا ما اشوفها. ايش؟ كيف ما استنيتها؟ يا ابني ترى الرجال البطيخة يكون ابن الرجال الشمامة. ايوة. وبعدين في الفيلم الجديد راح يتحدون كلهم ويحاربون الرجال الشرير. ايه؟ العنود؟ العنود مين؟ اسم غريب اوي العنود، كده مش محصل عادل ولا حتى خلود. جيب هذا يا ضرغام. الو، ايوه يا فلافيلو، سيب ضرغام في حاله، يلا عنده زوجته واولاده الصغار. يا اخي الرجال نسينا فعلا بسببك. انا بمنعكم من انكم تتقابلوا بعد كده نهائي، وانت روح شوف لك اصحاب جداد، فاهمني ولا لا؟ نعم، قلت ايه؟ انا ما سمعتش صوتك، بيقطع خالص، انت في نفق؟ دي قفلت. يا ماما انا هعمل ايه من غير ضرغام دلوقتي؟ وطي صوتك يا رجال. معلش بجد انا اسف، لكن انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هعمل ايه من غير ضرغام؟ ليش موطي صوتك هيك؟ شو رايك تعلي كمان شوي؟ مو معقول، جرب هيك. ساعدوني، فهمت؟ يلا حبيبي روح نام، عن جد نزعت لي عيشتي، فيك تعيط الصباح؟ تمام، تصبحي على خير. وانت من اهله. ايش بيسوي الرجال هذا؟ ايش حيسوي؟ قاعد يطالع في الجدار. ليش؟ انت لما منعتيه شوف عم فلافيل وجلس بالشكل اللي قدامك هذا، يطالع في الجدار من غير ما يسوي شيء. ضرغام انت كويس؟ ما ادري. طب ايش بتسوي؟ ما ادري. انت شكلك ما تدري ايش تسوي من غير صاحبك فلافيلو، صح؟ ما ادري. خلاص سوي اللي تبغاه، رح نتعشى برا بمناسبة زواجنا اليوم، عارف وفاكر صح؟ ومن دون فلافيلو. انا رايح الكوافير دحين، تعال خدني من هناك بعد ساعتين. ما ادري. هذا علق. يعني بما اني ممنوع من الكلام مع ضرغام، يبقى لازم اتعلم اعتمد على نفسي بنفسي. ازيك يا نفسي، عامله ايه؟ انا فلافيلو. اوه فلافيلو، اهلا، عامل ايه؟ نزل ايدك جنبك وما تبقاش وحش. وانت مالك اصلا؟ هو انت مش عارف انت بتتكلم مع مين ولا ايه؟ هي. المهم واضح كده اني مش عارف اتعامل مع نفسي دي خالص، يبقى انا لازم الاقي مرشحين يبقوا صحابي بجد. اهلا بيكو. ايوه، ومعانا اول مرشح للصداقه. اهلا بيك، انا اسمي رستم باشا. انا عارفك كويس يا رستم باشا، خلينا نشوف بتحب العاب الفيديو ولا لا. ساعات باكلها. هتاكل اللعبه؟ لو اضطريت هاكلها طبعا، امال ايه. جميل، ده ما بيميزش في الاكل زيي، عندنا نقطه مشتركه. طيب ايه اكتر لعبه فيديو انت بتحبها؟ يوم الخميس. ما بيفهمش في العاب الفيديو اصلا. يلا اللي بعده. وانت كمان شكلك لطيف، قولي انت بتحب البودنج؟ هو في بودنج اللي اكيد طعمه يجنن. المهم ايه الثلاث حاجات اللي هتاخدهم لو وقعت في جزيره؟ علق ولا ايه؟ اللي بعده. ايوه نجم، يا نجم تعالى. جبت ولدي الحديقه، ما لي دخل باللي تسويه. جاوبني الاول، بيتزا ولا شاورما؟ بيتزا. اصلا ما تنفعش معايا ابدا، مرجح الولد بالراحه، بتشتت انتباهي. اللي بعده. اخد بسكوت؟ لا،
يلا اللي بعده. عم فلافيلو انت ايش بتسوي هنا؟ انت قصير حتبيني عملاق، مش عاجبني حجمك. اللي بعده. ما جيت هنا للمسابقة اصلا، وانت ما رح تلقى صاحب بالطريقة العجيبة هادي. انا عارف ومزبط ومسيطر وما عجبنيش حد من اللي شفتهم، نشوف حل تاني. ممكن تبطل تكتب اشياء عني في النوتة حقك؟ ذوقه في اللبس غريب. عم فلافيلو كفاية. تمام تمام، اصلا اللي بدور عليه مش موجود في حد، مش عارف انا بعمل ايه. ما ينفع تلاقي اصحابك باختبار، لازم تختلط بالناس وتتعامل معاهم عادي، فكر زي الصيادين كده. قرية الصيادين بعيدة قوي. انا قصدي راقب هدفك من بعيد وبعدين اتصرف. لازم اروح منطقة الصيادين؟ افهم، الموضوع ما له اي علاقة بقرية الصيادين، لازم تروح تتعرف عادي على حيوانات جديدة. عندك حق يا ليث، خلاص جه الوقت اني اقوم من على الكرسي اللي لازق فيا بقاله فترة ده. ده منك عارف تطلع منه وتقوم من عليه، ليش مستني كل هذا؟ الموضوع كان مسلي، اعمل ايه؟ اهلا، ايه رايك بقى لو نبقى اصحاب؟ نعم. لا انا شكلي اتسرعت. ايه رايك في سواقه الاتوبيسات؟ القياده يعني، نلف وندور طوال اليوم. ممكن الف شويه معاك انا كمان؟ هذا مستحيل. ينفع ينفع، اديني كده شويه. هات هات، بلفه كويس جدا. اترك، احنا كده مش هينفع نبقى اصحاب، انا هرجع ورا ادور على صاحب جديد تاني. ايه رايك لو انا وانتي باين اصحاب؟ عندي مميزات حلوة جداً، عندي إيد آلية ومن عينيا بيطلع ليزر. طلعت فريزر كيف؟ ممكن أجيب فريزر؟ فلافيلو! ها؟ فلافيلو! امسك إيدي يا درغام، يلا امسك إيدي أرجوك. إيش بتسوي يا درغام؟ عيب، أنت رجال كبير بتفضحني بتصرفاتك. أنا من جيب طفشان مرة يا فلافيلو، الحقني. وأنا يا درغام جداً، والست دي كمان بتبص لي باستغراب، اصلا مش فاهم ليه. سيبه. انزل من الحافلة لو سمحت، لا نريد حوادث. انا اصلا ما حبيتش حد فيكم، هروح اشوف لنفسي اصحاب احسن. فاكرني مش هلاقي اصحاب؟ اكيد في كتير. عش عش يا صاحبي، عش عش. حنا الأشرار. صدق وايد أشرار. الحقوني. لا تهرب يا أسد. أوه حلوين أوي دول. أهلان يا شباب، تحبوا تبقوا صحابي ولا لا؟ أنت منو أصلاً؟ مو بأي حد يمر يكلمنا، راوينا قدراتك الأول. تقدر تكسر القارورة هذه بخرطومك ولا ما تقدر؟ طبعاً أقدر. أوه كفو، يسلم خرطومك. راوينا كيف تقدر تفجر هذا الحيط بعيونك ولا لا؟ أمزح، نحن بعد ما نقدر نسويها. شكلك شجاع يا فيل أنت، ممكن تنضم لنا بسهولة. يلا البس الجاكيت هذا، خلنا نروح نراويهم الشقاوة ونخرب يا شباب. أيوة احنا أشرار. هوري. مرحبا يا فندم، تشرفنا. اتشرف باسم حضرتك. بالهنا والشفا يا فندم. مرة كويس إننا جينا هنا، جد المكان مرة حلو. أيوة أيوة مرة حلو. هذه كارثة لو لساعك بتفكر في فلافيلو يا درغام. إيش أسوي بس يا العنود؟ ما هو كل شيء غصب عني بيفكرني فيه. درغام بص، بقيت بسلة. هوبيدي 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 هوبيدي. إحنا أشرار، يلا أشرار. طالعوا هنا يا شباب، شكله مكان فخم. يلا خلنا ندخل نتسلى شوية. أنا خايف يعني. أيوة يلا نتسلى. جاي حنا الأشقياء. آسف بعتذر منكم، بس ما فيكم تفوتوا بدون طقومة. لا شوف دشيت، شوف منو قال ما يصير. بس للأسف يا فندم الترابيزة دي محجوزة الحين، ما صارت محجوزة. يلا خلا يروح ياكل هناك. أنا وايد جعت، وانت ما جيت ولا شنو؟ جوت. ما اسمعك؟ جوت. ما اسمعك؟ انا جوت. انا
نبي ناكل حنا نبي ناكل. نبي ناكل يلا. نبي طاولة، هذه انكسرت. نبي طاولة جديدة بسرعة. حنا نبي ناكل. طلع الناس هدول جد مرة غريبين، ماني عارفة كيف يتصرفون بالشكل هذا. أه؟ فلافيلو؟ ترى كافي تهيؤات. لا يا العنود، فلافيلو هنا. أوه درغام. ها شبلاك يا أخوي، هالريال الملون مضايقك ولا شنو؟ إيه؟ أوه لا، أيوه أشوفه وايد مضايقك. يلا صير واجه الأسد اللي واقف هناك، ولا أنت مو بشرير؟ ها؟ شرير طبعاً شرير، إيه السؤال ده؟ ولا إيه يا برنس؟ أنا شايف إنك لقيت أصحاب جداد يا صديقي، يلا مبروك عليك. مش مبروك خالص يا درغام، أنا المفروض أمسكك وأضربك حالاً دلوقتي، عشان كده كلهم بصين عليا. يلا نعرف الشغلة. وانت يا صاحبي ايش ناوي تسوي؟ مش عارف يا درغام، انا متضايق لانك ما بتكلمنيش خلاص، عشان كده هرمي التورتة الحلوة اللذيذة اللي بالكريمة دي في وشك غالبا. بس انا ما كنت ابغى الكلام هذا يا صديقي، العنود اجبرتني على كل هذا. صاحبت ناس غريبة عشان ما بقاش وحيد وانت مش موجود، شايف عملت في نفسي ايه؟ للأسف ما صدقتك يا فلافيلو، انت فعلا لحد درجة ما عندك اصحاب غير درغام؟ أنا ما كنت أعرف كده. للأسف يا عنود، مش عارف فعلاً أتعامل مع حد تاني. إحنا كده من جد يا عنود، أرجوكي. خلاص تمام، اتكلموا وسووا اللي تبغونه. أيوة. يا فلافيلو، وإيش تتريع عندك؟ لا تكون استويت واحد منهم. يا لهوي، هنخلص من دول إزاي بقى؟ أقولي طبعاً سهلة، بحرب تورتة الكريمة. هيا شو اللي قاعد يصير؟ حرب تورتة الكريمة. يهو، هكذا تكون التسلية. هيا بنا. إيها، حظنا حلو قوي إن إحنا بناكل كيك، كده هنعرف نشارككم فرحتهم. أوه أوكي، بديت والبادي أظلم. ارموا 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 يلا يلا امشوا. خد الجاكيت يا صاحبي، فلافيلو خلاص هيهرب. تعال يلا نسوي وضعيتنا القوية مرة. يا درغام مو كده، ما تفضحني قدام الناس. طيب ماشي خلاص، نسوي وضعيتنا في البيت. وحشني اللعب معاك مرة يا أحلى صاحب يا فلافيلو. وانا يا درغام، بلاش نفترق تاني أبدا. أنا داخلة أنام، وإنتوا كمان ما تسهروا كتير. وإنت يا فلافيلو، إنت عارف مكان الباب صح ولا لا؟ الباب؟ إيه ده؟ فلافيلو العنود. فلافيلو الباب أها قدامك. العنود باب إيه؟ فلافيلو كفاية. العنود مش كفاية. ارميها ارميها، هيا ارميها. أوه. هو فيه؟ أسف رستم بيك، هدول الأولاد ما انتبهوا لوجودك. إيه قصده ده؟ رميته إيه هنا بالضبط؟ هي إغراض العرباي القديمة تبعيتي، القصة أني رح أنقل لمحل جديد، فعم كب كل شيء حتى العرباي والذكريات. إيه؟ يعني أنت معقول هترمي كل دول زبالة يعني؟ تمام، ما إلى عازي عندي. عربية عربية عربية، هيرمي عربية طاقت القدر اتفتحت لي، ده اللي كنت بحلم بيه من زمان، هو ده البيت اللي كان طول عمره في خيالي. ايوه 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 رستم باشا، انت منيح. ايه؟ ايه؟ لو سمحت ممكن ما ترميش العربية دي في الزبالة؟ اديها لي. ها؟ وبدك بهالعربية الكبيرة؟ مالكش دعوة بالموضوع ده انت. يلا يلا يلا، احنا كده اتفقنا. خلاص خدها. بيتي الجديد الجميل. الحتة دي مصدية وطعمها وحش، مش هبوسها تاني. بيتي الجميل. أقوى رستم في العالم كله، أشجع واحد في الدنيا هو أنا. أنا جامد قوي. خلاص أنا تعبت. يلا هبدأ في التصليحات بتاعته من بكرة. دلوقتي أنا لازم أرتاح وأنام كويس. يلا بقى تصبح على خير يا بيتي الجميل، هسيبك وأنام لي شوية. Thank you.
هذا؟ ما هذا الصوت؟ ما الذي يحدث؟ سيدي تعال بسرعة وانظر معي. ما بك؟ لم يعد لديهم شاورما؟ أي شاورما؟ انظر معي إلى الشاشة. ضوء أحمر يومد وأطفئ. نادوا القوة الخاصة وفنجان كابتشينو. الكابتشينو ألطف مع الكرواسون. لم أطلب رأيك يا ولد. الكل يستعد، أمامنا يوم طويل غدا. على إيش بتتفرج يا أبو السباح؟ وثائقي، فيلم وثائقي مسوينه عن السلاحف. متوسط عمر السلحفاء يصل إلى حوالي 80 عاما. كذابين، أنا عندي 150 سنة ولسه شباب. السلحفاء الكبيرة تستطيع قراءة 3 مجلات وكتاب في اليوم، ويمكنها حل 10 سودوكو في دقائق. كذابين، لا لا هذه صح. يلا يلا ما تبقى كثير. ها؟ إيش اللي صار؟ ليش انطفى لحاله؟ ليث، جوالي الغالي خرب مو شغال، وانا التابلت حقي انقفل. ما كانت الحلاقة كمان مو شغالة. انا جد ما احب الوثائقي هذا، ولازم اغير هذه القناة. ايه، حتى الريموت كمان طلع مو شغال. وانا كمان ايش اللي قاعد يصير هذا؟ ايش اللي صار؟ ايش فيه يا جماعة؟ ايش اللي بيحصل؟ يلا ارجع للريموت دحين، انا ما ابغى اشوف القناة هذه تاني ابدا. ايش تفسير اللي قاعد يصير؟ ما في تفسير علمي ابدا. ايش؟ رايحين فين؟ يا بطاريات اتكلموا وردوا على اخويا العبقري هذا. ها دمك خفيف. ها رزان طلي على الشارع. الحقوني انا طاير. هم فين؟ هتوب قالوا ان الفيل تقيل وما بيقدرش يطير. انا هنا. سيك تمام، كيفك يا زول؟ مش هتعترض بقى ولا ايه؟ ما في داعي تعترضه، بتطير براك. ماشي. اوه يا عم فلافيلو، صرت متعالي من اخر مره شفتك. حلوه منك يا ليث، كفك او مش لازم عشان الوضع متأزم. انت مو بطاريه، ليش طاير؟ باين كده الراجل بتاع البوفيه وهو بيعمل لي سندوتش وقع موبايله في الاكل وحط عليه سلطه، وده اللي تعبني. باي باي. طب وانا رايح فين؟ قولولي. يلا يا ليث ننزل الشارع ونمشي ورا عم فلافيلو. السلام، صباح جميل وهبتدي فيه ابني البيت بتاعي. الاول نشيل الحاجات اللي مبوظه الاتزان دي ونحط دفايه، لازم انزل تحت العجل عشان اعرف اشيلهم. هدى كده. بودي 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 بودي. يا دي الحظ العفش، ده زيت الفرامل كله جه على وشي. انا كنت لسه سايب فوطه هنا. راحت فين دي؟ راحت فين؟ بودي. انا متشكر قوي. كنت لسه بدور عليها. مش عارف اشوفك، استنى همسح وشي واجيلك. بودي بودي. شكرا. هو انت رحت فين يا استاذ؟ هو في ايه؟ العالم بينهار ولا ايه؟ هندي البطاريات. قلتك بطاريتي بتكون هون. رستم باشا، ليه جمعت كل هذه البطاريات هني؟ بطاريات ايه؟ مش فاهم انتوا بتتكلموا عن ايه بالظبط. اهربوا، في فيل كبير هيوقع على دماغكم. قولي عامل ايه اللي قلت الفيل ما بيقدرش يطير؟ في كتاب جديد اسمه المعيز هي اللي ما بتقدرش تطير. انا صرت بنص دقن يا رستم باشا، اياك تاخد بطارياتنا تاني. ماني فاهم اخدتها من بيتنا كيف اصلا. هذا شيء مره غريب، مو طبيعي البطاريات تطير وتيجي لوحدها هنا، اكيد في قوه مغناطيسيه مثلا. الراجل بتاع البوفيه. الو، ازاي؟ يعني ما فيش شاورما تاني؟ انا اكلتها كلها. جهاز تعقب أشعة الراديو المغناطيسي الذي كان معي يقول هناك كائن فضائي موجود هنا. نعم تماماً سيدي. كفى أكل، نحن في مهمة. وما علاقة المهمة بالأكل؟ أمي ستغضب مني. بل وتأكل من الشاورما التي طلبتها أنا. هات لقمة من الطرف، هات. تفضل يا سيدي. هيا انتشروا وتكلموا مع أهل الحي واجمعوا المعلومات. لن تستطيع الاختباء مني أيها الفضائي.
أنا دلوقتي بقى محتاج مفتاح إنجليزي عشان أربط بيه الصواميل دي كلها قبل ما تقع. بودينج؟ أنا بحبه قوي. وإنت تبقى مين حضرتك؟ بودي. إيه؟ وده يبقى اسمك؟ بودي بودي بودي. أنا مش مصدق عينيا. يعني إنت فضائي على شكل نايزك ولا أنا تعقلت في البطاريات؟ بودي. شكلك كده طيب قوي ومش مؤذي خالص. ابن ناس مقصل. بودي بودي. طب انت بتفهم في العربيات يا بودي؟ بودي. ايوه بقى. انت هنا وانا بدور عليك. يا جماعة ده صاحبي الجديد بودي. بودي أعرفك على أهالي حينا. أهلا بك يا بودي. بودي 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 بودي. أوه شكله لطيف جدا. بودي بودي. هذا شيء مو طبيعي مرة. جميل. مو طبيعي. مبروك يا رستم باشا، انت سويت لنفسك بيت مرة حلو. لا محدش يبارك لنا، باركوا البودي يا جماعة. مبروك يا بودي بي، انت من جد شغلك مرة تمام. أبغاك تيجي عندنا في يوم عندي أشياء تتصلح، لو ساعدتني لك جايزة. بودي بودي. تمام، كده يبقى موافق. على فكرة ترى انت مرة طيب. سيدي لم استجواب كل من بالحي، لأنهم يعرفون أن هناك شيئاً ولكنهم ينكرون. إذن شكوكي كلها كانت في محلها. يا ولد اقطعوا الكهرباء. ماني مصدق، خلوا بودي هو اللي يسوي كل الأشياء هذه. يا أهل الحي اسمعوني جيداً بخصوص الفضاء المختبئ عندكم. ماذا أقول؟ أشعة إلكترومغناطيسية. هناك أمور إلكترومغناطيسية تحدث وتسبب انقطاع الكهرباء، وإن لم نقبض عليه ستعيشون في الظلام الحالك. بابا بابا، هم اللي قطعوا الكهرباء عندنا، بيكذبوا علينا عشان يعرفوا مكان بودي وين. إيش؟ النصابين الكذابين هادول. كويس إن ما في أحد في الحي راح يفتن على بودي مهما صار عشان بنحبه. استنوا استنوا. طبعاً ما عاد عم زعل العجوز هذا. انتهينا دحين. ليث اسمعني، واضح الموضوع هينتهي. روح بدراجتك هادي بسرعة، قول رستم باشا الكلام هذا. تمام. وخروا. على فكرة بقى أنا عارف مكان الفضائي ده فين بالظبط. لا تسوي كده يا زعلفندي، لا تصدق كذبهم هذا. أنا راجل عجوز مش عايش من غير كهرباء. الفضاء دلوقتي موجود في العربية وأنا هروح أبلغ عنه علشان الكهرباء. اسكت. اسكت. يا دي الحظ. هيا بنا تحركوا بسرعة. هيا هيا لنمسك به. رستم باشا يا رستم باشا. خير في ايه بس يا ليس؟ عامل قلق ليه؟ الأشرار جايين عشان ياخدوا بودي. بودي؟ ما تزعلش يا بودي، احنا مش ممكن نسلمك لأي حد. لقيتها. انت ممكن ترجع تاني مكان ما جيت. انت حطيت قوة دفع كبيرة للعربية دي وفي بنزين كتير يكفيك. بودي؟ ايوه، وانا طبعا مش عايزك تمشي وتسيبنا. بس هما كمان مش هيسيبوك في حالك. بس السيارة هادي بيتك وانت تعبت مرة عشان تسويها. بودي ده جميل ويستاهل كل خير. يلا بقى اركب، انا هشغلها دلوقتي. الوداع يا بودي، الوداع. بودي بودي. أين
أين هو الفضائي الذي عندك يا رستم؟ الوقت اتأخر جداً. هذا في أحلامكم يا بهوات، بودي دحين رايح بيته خلاص. هكذا إذن، بالمناسبة إخفاء فضائي عن الحكومة يعتبر جريمة، لذا مضطرون للقبض عليك. هيا أمسكوه. على الأقل سأعود ومعي هدية. سيبوا رستم باشا، قلت لكم سيبوه. هو أنت ما مشيتش؟ ليس، يلا ارمي تليفونك بسرعة. هدول هم، طمني أنت كويس؟ أيوة كويس، شوفوا بودي رايح بيته. ابعت لنا بودينج من هناك يا بودي. باي باي، ما تنساش بودينج فضائي. ها باي باي، أول مرة هجرب البودينج الفضائي لما بودي يبقى ابعته. مجرد التفكير فيه حلو قوي. باي باي الوداع. باي باي لا تنسانا. الوداع يا بودي. بودي بودي انت على تاني وقت ما تحب يا بودي. انت بجد هتوحشنا قوي يا بودي. انت بتبكي يا رستم باشا؟ لا لا انا ما بعيطش ولا حاجه، دي بس حته بسكوت دخلت في عينيا. شوفوا شوفوا ايش على الانترنت. مكتوب على الانترنت كلام عن الملاهي الجديدة، فيها احسن قطار سريع في الدنيا كلها. انتم لازم تجربوه يا جماعة وما تضيعوا الفرصة. عايز بصراحة اركب القطر الكوكي المكوكي يا درغام، عايز اغيث صحابي اللي معايا في المدرسة. خلاص وصلنا. اهلا، حنا نبغى نجرب كده القطار السريع الجديد اللي عندكم هذا. نبغى 3 تذاكر. 300. ايش كيف يعني؟ ايش كيف هذا يعني؟ كيف يعني كيف؟ كيف 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 كيف؟ هذا مزح، بالفلوس هذه نروح المريخ بالقطار ونرجع. ايوه نسافر المريخ بالقطر، القطر الطاير. احنا ممكن بالفلوس هذه يعني نسافر عبر الزمن من جد. ايوه بسرعه الضوء السريعه دو نوصل للمريخ. اذا هيا، لا اريد تعطيلكم، تفضلوا. طيب يلا رح نمشي. بس أنا أبغى أركب القطار هذا. تمام، جيب 300 دنقل. طبعاً الكلام سهل. بس بس أنا ممكن أركبكم قطر مدهش قوي، أحسن من القطر السريع ده اللي في الملاهي. أنت بتتجسس علينا رستم باشا. لا، وداني هي اللي سمعتكم بالصدفة. سمعتنا بالصدفة. تفضلي تفضلي، صدق انتي نورتينا وايد اليوم. طالما كده نعزم ودنا حضرتك على الشاي. طيب فين هذا القطار المدهش؟ ايدك على البسكوت. تمام، خذ البسكوت. تمام، ده بسكوت مظبوط. تعالوا ورايا. مو هذه محطة قطار قديمة؟ ايوه، وصديقي الميكانيكي عايش هنا من زمان جنب القطر. ايش ده؟ هدول بيحطون القطارات القديمة هنا، القطار هذا لا يمكن يتحرك ابدا. مين قال انه ما بيتحركش؟ اهلا يا جروب. رستم باشا خير، مين دول؟ دول اصحابي من زمان جدا. بس انا ما اعرفكش. اصحابي عايزين يركبوا قطر سريع فجبتهم لك على طول. شكلك جبتنا على الفاضي. الفاضي، انا الميكانيكي الراكون جرول. روك اند رول؟ لا الراكون جرول بقى. انتوا عايزين قطر سريع؟ خلاص سيبوها لي، انا من رايي تجربوا الموضوع. طيب ماشي، طالما انت مره واثق كده. اتفضلوا البسوا دول. حلو قوي. يلا كله يمسك كويس، اسرع عطر في العالم هيتحرك. معقول احنا ماشيين بسرعه قوي؟ انا مش قادر. اتريق براحتك، لما الفحم السبيشال ده يولع هتشوف. الطريق قدامنا بيخلص، ايش حنسوي دحين؟ ما تقلقش خالص، احنا مش هنحتاج طريق لرحلتنا دي. اوكي.
ما بقتش فاهم أي حاجة. إيه اللي بيحصل؟ هذا شكله شارعنا، إحنا بنرجع بالزمن. بس جده أبو السباع لسه عجوز. عشان جدك عجوز يا ابني من زمان. مفيش واي فاي هنا. انترنت ايش دحين يا فلافيلو؟ السنين هذه ما فيها انترنت ولا حتى فيها تليفون. الفضاء، حنا ليش جينا الفضاء؟ الارض بتلف، ما بتفضلش في مكان واحد، دي بتروح اماكن كتيرة جدا وهي بتلف في الفضاء. يعني كل افلام السفر في الزمن كانت بتكذب علينا. ابو السباع، ايش اللي جابه هنا هذا كمان؟ بصراحة جدكو ده غريب قوي، عاوز اعرف ازاي كان كده. ها امسكوا كويس. ايوه وصلنا لآخر محطة. مو مصدق، يا ترى قد إيش رجعنا في الزمان؟ عن نفسي عارف الحفرة اللي في الأرض دي، إحنا قبل أسبوعين تقريباً. كلام مش مظبوط، دي مش حفرة في الأرض، دي أثار رجل ديناصور. أوه، ده بيلبس مقاس كام؟ أنا بلبس مقاس 149، يبقى الديناصور يلبس 150. أوف. شوفوا، دي شجرة بسكوت قديمة جداً. ايه ده؟ يبقى البسكوت كان بيتزرع ويطلع على الشجر. ما ينفع تاكل اي شيء هنا. هيحصل ايه يعني؟ يا ماما. يلا نهرب قبل ما نتاكل. ساعدوني ارجوكم. ايه بعد ما تلمسش جزمتي؟ لحسن تكبر هي كمان مش ناقص. كفايه فسحه، يلا بينا بقى علشان نرجع. ايه ده؟ ازاي؟ ده مستحيل. ايش فيه؟ ما فاضلش فحم من السبيشال بتاعي. يعني خلاص هنفضل هنا للابد؟ انا دماغي كبرت. استنوا، اهدوا دقيقة، لو وصلنا للسرعة المطلوبة احنا ممكن نسافر عبر الزمن. ايوه زي الفيلم بالضبط. ممكن نجرب. ارجع ورا وزقه جامد، نزقه على المنحدر عشان نبقى اسرع. يلا دفوه. يلا زقه جامد. يلا ما تلمسنيش بدماغك الكبيره يا رستم باشا. كفايه يا فلافيلو. تمام خلاص بقى اسرع، يلا اركبوا. لازم نوصل لسرعة 88 كيلو في الساعة. كده بناخد مخالفة. أنا خلاص ما بقتش شايف حاجة. فاضل شوية، إحنا ماشيين على سرعة 80. إحنا هننجح. أيوة لازم ننجح. من عليا يا رستم باشا. انا ما بقتش عارف افتح عيني من كتر ما وشي كبر. انا مش شايف حضرتك مين. هذا هو الماموث اللي انقذنا. شكلك جد 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 نفخ دماغك ملوش علاقة. جد 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 جدي ده ولا ايه؟ بابا. ايه بابا دي؟ ابني 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 فلافيلو. لا تطول هذه المرة. ابني 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 حفيدك يا جدو. هبا هلو بابا. هبا خلاص لا تدف، رح نمشي. اوه اكيد ده بيت جد 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 جدي، ده حلو قوي. ويا ترى ايش الحلو فيه؟ هذه قطعه حجر وفي رسومات مره غريبه على الجدار،
وما في أي شيء تاني. أيوة، غير إن جدي مفاجأة، رجل كهف. ها طبعاً أنت غيران جداً. الموتور اتدمر خالص وما فيش فحم، وخايفين نطلع برا من الوحوش الخطيرة. مستن باشا وجهه زي البالونة. أنت مين؟ اسمك ايه؟ انت هنا، هنفضل هنا لاخر يوم في حياتنا. جدي ما تتعبش نفسك، شوف ولاعة بتولع. بابا بابا بتعمل ايه؟ انت شكلك كده عاجبك شرابي. هذا معجب بيك يا فلافيلو عشانك ولعت النار بسرعة. بغير كده يا جدو، ارجوك سيب رجلي. بابا 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 بابا. الحقيقة أنا كنت بشوف في الأفلام التسجيلية رسومات رجال الكهف، لكن أول مرة دحين أشوفها في الحقيقة. شش، يلا ارسمني يا جدو وطلعني كيوت. دقيقة واحدة، اللي حقوله هذا يا جماعة ممكن يبان غريب بس حيروحونا. مش هنروح، الموتور باص خلاص، ما رح نحتاج له. احنا أكيد محتاجين الأقلام الحجر. ليش يعني؟ الأقلام هذه آلة زمن؟ ليش تبغاها؟ أيوة، أصلاً الأقلام ماكينات زمنية، جيبوا أقلام حجرية كثير على قد ما تقدروا وتعالوا. أنت متأكد؟ يا ابني استنى لا تجري. هو هيعمل إيه بالزبط؟ استنوا، استنوني فلافيلو، خد إيدي، أنا مش شايف أي حاجة. يلا يلا تعالى من هنا. أنت شكلك غريب أوي. شوفوا ابو العينين راح ينقذنا. انت ليش كتبت كده؟ ما دام حنا في الماضي يعني اللي راح نكتبه راح ينشاف في المستقبل، يعني الدكتور ابو العينين راح يشوفها ويسوي آلة زمن وينقذنا. لو هذا شارعنا يبقى لازم نكتب في كل مكان يا جماعه عشان يعرفوا اننا موجودين هنا. يا بهوات، الحفره فاضيه. حنا لازم نكتب قبل ما يرجع الديناصور. مش عارف ليه ما بيجيبوش الجوابات على البيت. أبو العينين؟ هم ليه كاتبين اسمي؟ الدكتور أبو العينين هينقذنا، إحنا محبوسين في عصر الديناصور الضرغام. إيه ده؟ أبو العينين، أبو العينين، قول لي ما شفت أحد منهم؟ يا دكتور مو لاقينهم من أمس. لا لا ما شفتهمش خالص، هو ضرغام اللي كتب ده. أنا ما أدري، وكمان في شيء مكتوب هنا. إحنا في عصر البسكوت بيطلع على الشجر، فلافيلو. هدول كده مرسلين لك رسائل، أكيد سووا شيء غريب تاني يا دكتور. مش معقول، دول كده يبقوا أكيد سافروا للماضي. أنا رايح للمعمل. أنا تعبت مرة، كتبت في كل مكان. ها كم دول؟ مش شايف. طب ودول؟ قلت لست أدري يا عم أنت، أنا ماشي، صحابي لا يعتمد عليهم البتة. ايه ده؟ ايه اللي وقع على راسي؟ الحقوني. رجلك. دحين احنا انتهينا. راسي اتعدلت، لعاب الديناصور خفف لي راسي خالص. ايوه مرة حلو كده، خلاص كله انحل. على فكرة حنا في معدة الديناصور. أخيراً أخيراً لقيتكم. الدكتور وصل. هاي يلا تعالوا اركبوا بسرعة. بنيو آلة زمن في نفس الوقت، حاجة ذكية جداً. هو أنت ليش تأخرت كده؟ يعني مش كفاية إني جيت في الوقت المناسب؟ ده أنا بدور عليكم بقالي أسبوعين وأكتر. عندك حق، آسف. مشكور يا دكتور، أكيد اللي في البيت قلقوا مرة. طيب يلا نرجع البيت بسرعة. إحنا جبنا ده بالغلط معانا. يا جماعة ساعدوني شوي عشان أقدر أرجعه. جد الكبير، جد الكبير، جد الكبير، جد 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 جد. باي باي. يبدو أني نسيت ولعتي مع الماموث، الزمن هيتغير خالص. بالطبع أنتظر منكم أداءً مميزاً بمناسبة عرض حفل آخر السنة المقرر لكم يا أولاد. هل من أفكار؟ من فضلك يا أستاذ، بدي اشترك بعرض حفلة آخر السنة. تمام، وما العرض الذي تنويه؟ يعني فيني قلدك مثلاً، بتحب قلدك وتشوف؟ تقلدني؟ ليك ليك،
طلعوا شوفوني، أنا كتير كول، بكتب قصص ومواضيع على اللوح، عندي طاولة مهمة وكمان أدنية طوال. لا لن أسمح لك، فكر في شيء آخر، ليث فيما تفكر. هو أنا الصراحة بفكر أسوي عرض سحري خيالي. وهل يمكنك إخفاء الأشياء؟ أنا بدي أختفي وما حدا يقدر يلاقيني بنوب. عم بمزح بس بحب إني أختفي. يعني أنا ما أعرف ممكن أخفي أشياء ولا لا، لازم أجرب أول. حسناً لا بأس، اذهبوا وحضروا عروضكم ونتقابل يوم الاثنين. يلا نشوف أنا فعلاً أقدر أخفي أشياء ولا لا. لازم أطالع بنظرات تخوف وأسوي حركات غريبة من بعيد. تعال يلا. ايه انا عايش. ها؟ انا مو مصدق. ايوه انت طبعا لازم تصدق، انت ساحر عظيم جدا واكيد هتعرف تخفي اي حاجه. ها؟ يا ابني هو انت طيب للدرجه دي؟ هتخفي الازازه دي ازاي يعني؟ بص، في قدام محل لعب سحرية فتح جديد، في هناك آلات غريبة ممكن تنفعك، روح بص عليهم كده. انت عندك حق، هروح اشوفه. كوميدي قوي ليس ده. ايوه كوميدي جدا. شكلك خفت بجد. ها؟ هذا ايش ده؟ ها؟ ها؟ كده مرة كتير. هذا ما بيخلص أبداً. وبعدين أنا ما حعرف أدخله تاني، حسيبه في مكانه. مو هذه طاقية الساحر؟ يا ترى إيش اللي جواتها؟ يا تسالي، تعا عشو عم تطلع جوا؟ كان بدك تشوف شي غريب؟ أنا مرة آسف. ويا ترى إيش هذه؟ هاي عشو. يا ابن انت، تعال هنا اما اقول لك. ها؟ انت ايش اللي صار لك؟ مفيش، اصلا جيت هنا عشان اريح شويه، ولما جيت افتحه علق فمش عارف اخرج منه. ممكن تشيلني تدخلني جوه؟ عشان عايز اجيب شنطه الادوات من جوه وافتح الاقفال. تمام هشيلك. ايش بيصير؟ الحقوني. ايه ده؟ انا جسمي اتقسم نصين. اي انا اسف جد اسف، انا ما سويت شيء، ماني عارف ايش المفروض اسوي. اي تجنن وانت خايف. انت ايش قلت؟ زق يا ابني انت، زق. ما تخافش وتعالى، دي بقى خدعة سحرية بسيطة قوي. ماشي. انت كنت جاي هنا تدور على ايه؟ عندي عرض في المدرسة وابغى اسوي سحر بس ما اعرف كيف. طب ايه رأيك لو تتعلم تكفي شوية حاجات؟ هذا مرة حلو. لو كان كده يبقى انا عندي حاجة تناسبك جدا، العباية السحرية. طرططام. اصلي بحب اعمل مؤثرات صوتية غريبة كده وتعمل جو، ايه رأيك؟ تمام. مرة حلوة، بس قول لي يا ترى كم تمنها العباية السحرية حقتك؟ 10 مليار دونجل. ايش؟ 10 مليار مليون؟ لا هذا كده مرة كتير. بص هقولك، انت شكلك كده ولد طيب وكويس، شكلك يشبه معلم نينجا يربي سلاحف عشان يحارب بيهم الاشرار. ايوه، في ناس كتير غيرك قالوا لي الكلام ده. المهم اسمع، خد العباية السحرية، اخفي بيها كام حاجة في العرض ده واستخدمها براحتك، ولما تخلص يبقى رجعها تاني. تمام. يا سلام عليك، انا شكلي طيب بس مو اطيب من قلبك. لما نشوف العباية السحرية ايش حتسوي؟ الاول هبدأ بالكتاب هذا. يا ترى انا لازم اقول شيء معين؟ هألف اي شيء. يلا بسرعة اختفي. اختفى الكتاب، اختفى. نجحت، يعني العباية هذه بتنفع فعلا. حكمل، انا حخفي اشياء تانية كثير. يلا بسرعة اختفي، يلا. تعالي انت كده، يلا بسرعة اختفي. مرة حلو ده. يلا بسرعة اختفي، يلا. هذا طلع شيء مرة حلو وعجبني. الجويستيك بتاعي اختفى يا درغام. انا كمان يا فلافيلو، ماني ملاقي اليد. ايدي بقت فاضيه فجاه يا درغام. انا كمان يا فلافيلو، تيجي نطالع بعيد ونشوف يدينا فيها الجويستيك ولا هادي تهيؤات؟ لا بلاش تعمل كده، عشان احنا لسه تحت تاثير اللعبه. انا راح اشوف. ما في يد. هبص يا ماما، وانا كمان معيش جويستيك. اكيد في حرامي جويستيك موجود معانا في البيت. ها ها
العباية هذه طلعت مرة جميلة. المهم لازم أرجع كل شيء مكانه. بس ما أدري كيف حسوي كده. إيش في؟ يا ترى العباية ليش اختفت؟ وين راحت؟ أها، طلعت فوق السطح. البيت راح، البيت كله اختفى. ايش بس اللي سويته هذا؟ يا ماما رجعي لي البيت حقي دحين. سعادة ما تتوصفش انك تلاقي علبة بسكوت ما تاكلش منها. البسكوت ده ليا انا لوحدي. استعد يا بقي وجهزي يا معدتي. اجري يا رستم باشا، امسك العباية هذه معايا. مفيش حد يقدر ياخد مني بسكوتي حبيبي. يا بنطلوني. الحقيبة. عصايتي. دي سرقت دفتري. بيجامتي. اهدي اسكتي. ايوه ما تتحركيش. بسكوتي، انت هنوتي اديني بسكوتي. انسى البسكوت دلوقتي، خش بسرعه المحل قبل الناس ما يتلموا. يا ابني انا قلت لك ايه بس؟ اخفي الحاجات اللي ملهاش اهميه. لكن واضح ما مسكتش نفسك وقعدت تخفف كل حاجه من الحاجات اللي حواليك. ايوه صح، ما وقفت ابدا، حتى اخفت جدي اللي كان نايم. والعبايه حست بالطمع اللي عندك فرجعت لطبيعتها من تاني، وبدأت تخفي كل حاجة تشوفها قدامها. يا ماما إيش حنسوي يا عمو؟ قولي كيف حنرجع كل شيء زي ما كان. الأول البسكوت. لازم نروح التلاجة. تعالوا معايا. الفتاحة؟ لا، التلاجة. التلاجة إيش؟ الحاجات اللي بتخفيها العباية بتروح لمكان تاني، أنا بسميه التلاجة. هفتح باب للمكان ده عن طريق العباية والمراية اللي قدامكم دي، وإنتوا بقى هتدخلوا منه علشان هنضطر نمسك العباية لأنها خرجت عن سيطرتنا تماماً. يا صباح الفل، هو الراجل ده بيقول ايه بالظبط؟ لو جاهزين أنا هبدأ. البسكوت. عملتوا ايه؟ كان لازم أفهمكم الطريقة اللي ترجعوا بيها من هناك. انتوا كده ضيعتوا. يا ماما جينا القطب الشمالي. هنتجمد. برداوي. هذا بيتنا قدام، بسرعة. تمام يلا. انتبه، في حاجة رجلي اتكعبلت فيها. في حاجة. هو ايه ده؟ طاقية. هذه طاقية طويلة مرة. ايش ال ثقيلة مرة. ساعدني يا رستم باشا. مين هذا؟ ده راجل التلج. لا تمزح، طالع لملابسه لابس ملابس حقت ساحر قديم، يعني يمكن يساعدنا. يلا بسرعة ندخل البيت عشان يتدفى. بسكوت بسكوتي. هو انت رحت فين؟ انا نفسي اكل بسكوت قوي. تمام يلا سيبه. اهلا يا شباب. ايش ده انتوا هنا؟ يا ابني ايش اللي صار هذا؟ انت يا ابني لعبت في شيء ثاني ولا ايش؟ ايش سويت بالضبط؟ فهمني. هذه حكايه طويله، الاول لازم ننقذ الساحر. اهلا يا فلافيلو. مالك زي ما تكون اتجمدت اول ما شفتني قدامك. رستم باشا بلاش الهزار البارد ده معايا، كده هسقع لك اسرع. طب ما انت بارد اهو اساسا من غير اي حاجه. هي ايه رايك اجي عندك كده وندور التلج اللي ما بيننا ده؟ يلا يلا دوب التلج هذا. تمام. أوي في أي عام نحن؟ ترى أنا هنا من سنين وسنين. من فضلك لو سمحت، في احتمال إنك تكون شفت أي بسكوت واقع هنا حواليك؟ اهدي ودلوقتي خليك عباية كويسة واسمعي الكلام وادخلي قفصك يا حلوة. لا يلا تعالي هنا، ارجعي أرجوكي، اوعي تعملي كده، اوعي تدخلي جوه، تعالي. يا
يا ابوي قلت لك ما وياي بسكوت. رستم باشا ممكن تسيبه في حاله؟ ها؟ ايش اللي بيصير برا؟ طالعوا هناك كده؟ مو معقول الاشياء اللي قاعده تختفي. هذا معناه شيء واحد فقط، ان العبايه جت عندنا من هذا المكان. هي العبايه حقتك اصلا؟ نعم، بس دخولها المكان مثل هذا مو بشي زين. ترى دخولها للمكان اللي فيه الأشياء اللي أخفتها بيعقد الأمور أكثر، وكل شيء هني بيبدأ ينهار كله بسبب الحركات اللي تسويها هذه العباية المجنونة. ترى بتخفي كل شيء لحد لين ما تي تخفينا حنا بعد. أنا اختفي عادي، إنما لو حصل حاجة للبسكوت. بس لازم نطلع من هني، أنا بفتح مخرج جديد وبناخذ معانا هذا البيت. العنود كانت تبغانا ننقل من زمان، هذا كويس برضو. جدي، دا جدي هناك، محتاج أي حاجة طويلة بسرعة. ها؟ يا ود هذه، خذ عصاية الساحر مالتي. أنا مو مصدق جد. بسرعة، كل حاجة عمالة بتختفي. اتحملوا. أنا مو مصدق، خلصنا في آخر لحظة. كويس إن ماما ورزان كانوا برا البيت اليوم، وإلا ما كانوا راح يتحملوا المغامرة اللي صارت. أنا ما أدري إيش أقول لك، هل كل اللي صار بفضلك ولا إنه صار من تحت راسك؟ عموماً أشكرك جداً عشان أنت أنقذت حياتي اليوم. لو سمحت خذ العصاية هذه عشان تبقى تتذكر اليوم اللي تقابلنا فيه. لا يا عمو بلاش، كفاية سحر علي كده، أنا هجرب أي شيء تاني وخلاص. إيش هذا؟ أنا شكلي نمت كتير مرة وصرنا في الليل. حنعمل إيه دلوقتي؟ ما أي حد بقى يساعدنا منكم. ينفع طبعاً ينفع. بص أنا هنقذك دلوقتي حالاً وبسرعة هو. تعالى يا ليس، يلا ندوب التلج اللي بيني وبينه ده، حاجة بسيطة. بتضحك قوي. ايه يا ابني، ها انت كويس؟ طمني عليك. ايوه، وعرفت ارجع تاني بسبب الساحر. طيب والعبايه فين بقى؟ جايين عشان نخليها تحت السيطره. فين المرايه يا ترى؟ موجوده هنا اهي. زين كده، عمرها ما هتتحرك من مكانها ابدا. يا عمو لو سمحت، هو ده بكام؟ ده ب1500 دونجل. اوه غاليه قوي يا عمو. طيب قولي، حتت الإزاز اللي على الأرض دي تمنها كام تقريباً؟ خليتها حتت إزاز، أنا مش هسيبك بعد اللي عملته. يلا يا درغام، اهرب 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 اهرب. هو اللي سوى كده. واحد اتنين تلاتة. إيش ده؟ لازم تعطي كل لاعب قطعة ذهب. حلو هذا. تمام تمام، اديني الزهر، الدور عليا. مش هتتحسب، خبطت في دراعي. ما خبطت ولا شيء، وجت على واحد يا فلافيل. خبطت، طالما جت على واحد يبقى غلط، ارميها تاني. مش هتحسب، خبطت راسك. عشان كرميتها على راسي يا فلافيلو. تمام، بصوا. هي جت 6، 1 2 3 4 5. ها 6. ايه المكتوب؟ اسحب كارت تاني. هسحب. ايه ده؟ مكتوب ارجع تاني لنقطة البداية واعطي لكل واحد 10 قطع ذهب. لا 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 لا، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده، انا هسحب كارت تاني. ما حتنحسب ليش يا عم فلافيلو؟ لا 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 لا، اللعبة اتلخبطت والكروت اتلخبطت. ايه فلافيلو؟ لا 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 لا. عم فلافيلو خرب الدنيا. مو مهم، انا عندي ميعاد مع الكوافير حقي، كان لازم اقوم وجت من عنده. طيب يلا نلعب سوا لعبة السينما الصامتة. هم كلمتين، ليس الكينج. هذا مو اسم فيلم. بيتهيألي هيعملوه قريب قوي. ما بتعرفي تشتغلي، يكسروا ايديك على هالشغل. نزعت لي شعراتي. ايش صار يا شهرزاد، ليش معصبه؟ مش شايفه يا عنود، نزعت لي شعراتي على الاخير وصرت مثل ببغاء. بس انتي اصلا ببغاء يا شهرزاد. شعري تحول الى اسلك واشياء غريبه. ووجدت فيه جوارب، كيف تعاملوا معنا هكذا؟ وما ادراكم عن الموضه، أنا أبدع فناً جديداً. خير يا منال، إيش اللي بيصير؟ تعالي يا عنود، لا أحد يقدر إبداعاتي. تفضلي، سوف أبدع لك تسريحة. بس ترى أنا حقول لك اللي أنا أبغاه. لا 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 لا، هذا الموضوع داعيه لإبداعي أنا. وبعد ساعة تادا، تحفتي الجديدة، ما رأيك؟ ها مو معقول. سأسميها مو معقول. حلو،
تسريحة معقول، سأكتبها على واجهات المحل. منال انت انجنيتي ولا بتمزحي ولا ايش؟ قولي انها طقطقة. كيف؟ اهي لا تعجبك؟ ايش اللي هيعجبني فيها؟ انت كيف بتفكر يعني؟ كل اللي برا عندهم حق في كلامهم، فعلا ما صرتي زي اول، انا ما حجيلك مرة تاني ابدا، انت تعبتي لي اعصابي. في رأيي انا شعرك جميل. تركت المحل ولم تدفع. ثلاث كلمات، قديم، لا اجنبي. يمكن قصدك الفلافل، الكلب المبلول، البقلاوة الساخنة. بابا ما لها علاقة ابدا. رقصة لومبا لومبا. بابا اللي انت قلتهم هدول مو افلام. عضلات الدجاج الصغيرة المنتقمة. ايوه. دحين الدور جاء عليكم. يلا. ها؟ صوت الباب حقنا؟ ها؟ امكم رجعت. شوفوا ركزوا، كله حيقول شعرك مرة حلو، تمام؟ الحريم كلهم كده، لازم تسريحتهم الجديدة تعجبك وتقول لهم رائعة. ايش الحلاوة هذه كلها يا العنود؟ انت اليوم زي القمر. شعرك بصراحة يعني مو هو شكله كده. بابا جت له صدمة من حلاوة التسريحة. ماما ماما انت شعرك قديش؟ يا عنود بصراحة قصد شعرك يعني. أنا ليه مش في الشاشات المتقسمة دي؟ فلافيلو هذا رد فعلا على أنت قلته، ممكن تخرج من الشاشة لو سمحت؟ يا ويلي على شعري، شكل شعري بشع مرة، أبغى أروح لغرفتي. يا ويلي. عياطي عياطي يمكن شعرك يتعدل. ها؟ اهجموا علي يا عيال. أي بس لا كده بخير. من يجرؤ قول كلمة على محلي؟ كوافير منال أيامه ولت؟ سأريهم وسأعود لسابق نجاحاتي بفضل الاسبراي الجديد الذي أحضره هذا. لا هذه ضحكتي العادية ولست شريرة، سأغيرها. لا حتى هذه ضحكة غريبة وتبدو شريرة، لن أضحك، سأنظر وأكشر فقط. لازم ألحق ألاقي أي كوافيرة جديدة قبل ما أحد يشوفني. أي عذراً، ظننتها قمامة. افتكرتها إيش؟ هذه راسي. وبعدين يعني أخذ مني كرتونة، كيف أمشي؟ إيش حسوي يا ترى؟ أوه زيك العنود، عاملة إيه؟ أه؟ إيش الشعر الغريب ده؟ هو أنت عملتيه عند الميكانيكي ولا إيه؟ كنت تعالي عندي وأنا هعمله لك أحلى من كده. دمرتيني يا منال، دمرتيني. ها؟ هذا لي أنا؟ نعم لكي. كيف أوقف أتكلم مع الكرتونة دحين؟ أتصفينني بكرتونة يا عنود؟ منال يا ويلك مني. اتفضلي. لحظة يا عنود، انتظري. ما رح اسيبك. عندي لك عرض لن ترفضيه. ها؟ ايش هو العرض؟ سأتفنن لك في تسريحة لكي تسامحيني. تسريحة في غاية الأناقة والجمال، ولن آخذ ذنقل واحد. تسريحة مجاناً. من جد مجاناً؟ نعم مجاناً، فرصة جديدة مجاناً. هذه آخر فرصة لكي، المرة هذه حروح أشتكيكي للشرطة ويحبسوكي. لا تقلقي أبداً. إيش الضحكة الغريبة هذه؟ آسف، أعتذر لك. تادا، قولي أنها تحفة فنية. أنا لسه ماني عارفة أقرر، لازم أسأل اللي في البيت أول. هو طبعاً غريب ما في كلام. كفاية كده بقى، لازم أقفل وأروح. يا عنود شعرك بقى حلو قوي. تتكلم جد؟ أنا متشكرة جداً، مع إن أنا لسه مو متأكدة هو جد طالع شكله حلو ولا جاملني. ها؟ عبدو فين حيكون راح هذا وسابني؟ كنت بتكلم مع الرجال واختفى. طيب أنا مالي. ايه ده شعرك بقى حلو جدا، ده حتى مغير شكلك. حلو جد يا رستم باشا؟ هذا حلو يعني؟ طبعا حلو. انت فرحتني مرة، انا حروح بسرعة اوريه للبيت. بس هو يعني تقريبا في حاجة غريبة كده بتتحرك. رستم باشا؟ رستم باشا انت ايش بتقول؟
إيش ده؟ هذا اختفى كمان، بس ساب الطاقية حقته هنا. يعني أنا من جد ما شفت شعر مرة حلو كده في حياتي كلها. أيوة أيوة، لازم نقول إنه حلو. أنا كمان أبغى أقول شعر في شعرك يا ماما. ليه عدس كتير في أكلي يا جماعة؟ عشان إحنا مسويين عدس يا فلافيلو. ما اسمعش اسم عدس ده، اسمه غريب أوي. عدس إيه ده؟ لا، لكن لازم يبقى اسمه عصعص. طيب فين العيش يا جماعة؟ كان على الطاولة يا ضرغام. هذا العيش على راسك فوق يا العنود. ايوه، ودماغك هتاكل سندوتشات جبنه دلوقتي. ما تبصليش كده بضحك. ايش بيسوي على راسي؟ مره غريب. المهم حجلس انا كمان، خد العيش. كله. ما تحطيهوش في دماغك يا عنود، ده مجرد عيش. دمك خفيف. يلا خلصوا، كله كله. الحقوني. هو ايش الصوت هذا؟ وانا سمعته. بسمع الاصوات دي كتير وانا باصص في المرايه، ما تقلقوش. ايوه بس هذا صوت رستم باشا، شيء مره غريب. ايش ده؟ فين الصحن حقي يا عم فلافيلو؟ ما تبصليش كده، انا ما بحبش العدس اصلا. ماما ترى الصحن حقي على راسك. ها؟ والأكل اللي جواته فين؟ في أحد أكل أكلي؟ أنت أكلتي يا ماما؟ إيوة يا ابني أنا أكلته، حطيت الصحن المتوسخ على شعري. ضرغام يلا تعال حط كاستك على راسي. طيب. بتمزح، أنا بتمسخر على كلام ابنك. المهم أنا جد مرة متوترة اليوم، حروح أنام شوية، أنتوا بعدين لموا السفرة. سيبوني الموضوع ده. تعال جنبي يا درغام، العدو جاي علينا. انا ههجم عليهم من وراهم، يلا احميني. احط لك بطانيه وراك يعني؟ اعمل لك شاي بالليمون؟ احميك ازاي يعني؟ لا انا اقصد الفت نظرهم شويه. تمام. بصوا عليا. لا 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 لا، درغام المشكله ان في حاجه بتتحرك في نص الصالون بتاعكم. ايش شكله؟ ما هعرف اشوف، انا في مستوى صعب في اللعبه. بيتهيالي ان شعر العنود بيخطف رزان وماشي بيها. درغام هو انا كده يعني ابقى اتجننت من كتر اللعب؟ ممكن. اولي. ايش اللي بيصير؟ الحقوني شفت حلم مرة غريب، شعر ماما كان بيخطف رزان أختي. أوه، وأنت كمان زي يا ليف، كلنا تجننا. يا ويلي، شعري فين راح؟ شعري فين راح؟ بطارية الريموت خلصت. فلافيلو سيب البطارية، يلا بسرعة انقذوا رزان. أيوة بس هذا إحنا كيف ممكن نوقفه؟ هذا شكله شعر شرير مرة. إيش أكبر عدو للشعر يا ماما؟ اللي بانا. استنى شوية يا فلافيلو. لا هو عنده حق، لو لصقت لبانة في أي شعر الشعر هذا انتهى خلاص. هوهو، شفتوا بقى أنا الذكاء بيضرب عندي ساعات، أهو بفهم كويس إزاي. يعني هذا وقت اللبان. واو، اللبان هذا شكله مرة حلو. امضغوا امضغوا. أديني يا ابني الشعر هذا يستاهل. اتفضلوا، يلا كل واحد ياخذ واحدة. هو تتو. نبغى نخلص الموضوع بسرعة. ما تبقى أي أحد في الشارع، شكله كده الناس كلها نايمين. وأنا شكلي توترت قوي. الحقونا، حد يساعدنا. هذا صوت رزان ورستم باشا، يعني الشعر موجود قريب مننا. بيقرب، يلا بسرعة جهزوا اللبان. جاهزين. قوة اللبان. خذ يا مجرم. تفضل. هزمناك. استنوا ما تفرحوا بسرعة، حيتخلص منها. ايش هذا؟ احنا شكلنا عصبناه ولا ايش؟ منال، يا ويلك يا منال، لو ما جيتي هنا عشان تساعدينا حتشوفي اللي حيصير لك. بسبب اختراعاتك الفاشلة بنتي اتخطفت مني يا منال. يا للمصيبة، العنود غاضبة جدا. ماذا افعل؟ ماذا افعل؟ لابد ان اتصرف في هذا الموضوع. لحظة، أنا ما عملتش حاجة خالص، آسف يا أستاذ شعر ارحمني. ها، قوة الكوافير. ها منال، الشعر لا يتحمل استشوار وهذا انتقام، خذ يا شرير.
تعبنا الشعر، اتدمر خلاص. يلا يلا شدوا الشعر، لازم ننقذ اللي جواه بسرعة. أنقذتونا أخيرا. أنا آسفة يا عنود، أردت إبداع شيء جديد. لقد حلمت باختراع موضة شعر غريبة وجديدة، ولم أتخيل أن هذا سيضعكم في مشكلة. ما في مشكلة، بس يا ريت لا تسوين أي اختراعات للشعر تاني. طيتي راحت فين؟ طيتي؟ آه وقعت، ما عرفش فين. ما عنديش طاية تانية، راسي كانت ممكن تاخد برد. آخر حاجة فاكرها أني كنت بقفل الدكان. بصولي كده شكلي حلو مش كده؟ دي آخر صيحة. ده لسه صاحي. يا ماما يا ناس الحقوني. تمام، الفحم احمر خلاص. هوي هوي هوي، يلا هوي بسرعة. هوي يا جدي بهوي. ما ينفع تهوي بالشكل هذا، اسرع اسرع من كده. يلا اسرع اسرع، يلا اسرع، يلا كمان. التهوية الولد طار مني. بص يا ليث، نزلت تطبيق جديد على الموبايل يخليك تلاقي الكنوز الحقيقية في أي مكان أنت موجود فيه. قلت كنوز حقيقية؟ باعتبار إن الكنوز حوالينا في كل مكان؟ أيوة طبعا أكيد، عن نفسي مصدق، مالكش دعوة. صدق براحتك، أنت حر. ما تحبطنيش يا هادم الأحلام، دلوقتي هدور حوالينا وهلاقي كنز كبير بعد شوية صغيرين قوي. وأكيد دفعت فلوس عشان التطبيق صح؟ مش سامعك خالص. الكنز يقترب، الكنز يقترب. لينا لينا كنز، شفت مش قلتلك؟ ايش الكوميديا؟ ويا ترى فين الكنز اللي هنا؟ جايبه بالظبط. وجدنا الكنز، وجدنا الكنز. ده ايه ده؟ ده الكنز بجد؟ بس هذا صندوق مكفول. حبيبي يا تطبيقي، انت انت جميل قوي. شكرا لكلامك الرقيق. انا ماني مصدق، انت جد محظوظ يا عم فلافيلو، هذا صندوق قديم وشكله كأنه كنز. شفت بقى، يلا فكر هنفتحه ازاي بسرعة. وخروا. شكرا قوي يا درغام يا حبيبي. اهلا يا شباب، كنتوا ناويين تفتحوا صندوق الكنز من غيري ولا ايش؟ تعالوا بصوا كده معايا على اللبس الجميل اللي طالع منه عامل ازاي. لا وكمان في سيوف ودروع واشياء تانية. راح اخد هذه، راح اخد هذه. وده ليا، وده ليا. انا كده ما تبقى لي اي شيء. لا فاضل القلم ده في اخر الصندوق. يلا خد العب انت بدا. تعال هنا يا محارب يا شرير. انا اوريك يا ابو شرب اصفر. قوه الليزر. خد هذه. بغلبك يا فلفيلو. انت عمرك ما تغلبني. اللي تبقى لي من كل الاشياء هذا القلم التافه. اللي حصل اليوم، كنا في رحلة عائلية كالعادة. بابا تعلم الطيران وهو بيهوي للشواية، وعمي فلافيلو لقى صندوق كنز غريب. للأسف هم أخذوا كل الملابس اللي في الصندوق لنفسهم، وأنا ما تبقالي غير القلم الصغير هذا. لكن مو مهم، مجرد ملابس، إيش المسلي في الموضوع؟ اللبس ده طلع مسلي جدا قوي، فيري ماتش. بس يا خسارة، ما تبقى الليث حبيبي أي شيء منه. القلم انكسر كمان؟ المهم حكمل بالقلم اللي طلع من صندوق الكنز اليوم. أنا فين وقفت؟ أنا نفسي إن الملابس حقتهم ترجع للحياة وتهرب منهم تماماً، وبكده يعرفوا إيش معنى إنهم ما يلعبوني معاهم. دلوقتي هنجرب قوة المخدة دي. بص كده، باين قوتي اشتغلت، أنا بطير بطير في الهواء. لا تمزح، قوة إيش اللي بتكلم عنها؟ ترى في أشياء غريبة بتصير. لا طبعاً، أنا متأكد إن ده بسبب القوة السحرية بتاعتي. حتى بص. فلافيلو، أنا حاسس كده إن الملابس رجعت للحياة مرة تانية. يا ماما. ايش هذا؟ ايش الخبط والتكفير اللي مرة هذا؟ انتكم نايم، ايش في يا اولاد؟
ايش اللي بيصير لنا هذا فلافيلو؟ انا مش عارف، بس دي حاجة مسلية جدا، حاول تستمتع وما تسألش ليه. استمتع ايش بس؟ الصالون اتدمر، ما في كرسي سليم. هتحتاج تصرف 10,000 دنجل على الاقل على تصليحه، بقت 12,000، التلفزيون راح هو كمان. اي 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 يا رايح للباب تقريبا، ماني عارف ليش الحقني الحقني الحقني. وانا كمان شكلي كده جاي معاك. الباب كمان راح. بقت 13,000. الباب كان أغلى من كده. إيش اللي حصل هنا؟ هذا كأنه في حرب في البيت. إحنا خسرنا أشياء بحوالي 13,000 دنجل. 13,500. أنا إيش بسوي يا فلافيلو؟ شكلي بضرب بشيء، بس مو أنا اللي بضرب، الملابس تقريباً هي اللي مخليتني أضرب. وأنا كمان برفص العربيات يا درغام، مش عارف أبطل. آسف يا عربية، مش زعلان منك، صدقيني اللبس ده هو اللي بيعمل كده. الوحدة العاشرة، هل تسمعني حول؟ أرسلوا تقرير الحالة. تقرير الحالة، نحن نأكل. الأكل لذيذ وقربنا على الشبع. عليكم التحرك والذهاب للشارع الجانبي، لدينا بلاغ عن أسد وفيل في حالة جنون. علم تماما يا سيدي، هيا تحرك لنركب بسرعة. السرينة لا تعمل، سأتولى الأمر بصوتي. تمام هكذا. بما ان ما في صوت يعني كده التسلية خلصت، حيتسلوا قد ايش بسيفين ودرعين قدام وصغار. المهم انا راح اكمل كتابة، وانا كمان بتسلى بالكتابة عشان ما في شيء يمنعني استمتع وانا بكتب الاحداث اللي بتصير في يومي. ممكن اكتب اللي ابغاه، مو كده؟ يعني مثلا لو ابغى كل السندوتشات تتحرك وتصرخ وتقول لومبان لومبان وتضحك كمان بصوت عالي، هذا حيكون موقف مضحك مرة للكل. لا استنى، وكمان السندوتشات لو عندها شنبات حتصير لذيذة. الأكل بشنب مرة غريب، بس أي شيء يعني يضحك وخلاص. يا معلم، ممكن بس تحذف لي واحد شيش كمان؟ حالا، تحت أمرك، تفضل. لومبن 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 لومبن. تعال تعال هنا، أنا لسه ما أكلتش. سندويشاتي أولادي، وينكن؟ تعالوا لهون. حتى لو مثلاً كله بدأ يرقص رح يكون مضحك جداً ومسلي، ورح يعجب الناس ويخليهم يتسلوا مرة. الحقونا، ساعدونا يا ناس. استنوا، انتوا بهدلتوا المحل بتاعي. في ايه؟ انا برقص ليه غصب عني بالشكل ده؟ يا مامي، ايه اللي بيحصل معانا ده؟ ارجوك ما تزعل مننا يا عم البقال انت. البوليسكي، انتوا انتهيتوا خلاص؟ ما الذي يحدث؟ لا 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 لا، لا افهم بالمره، لا استطيع التوقف. يلا يا حضرة الزبط، وقفوا دول وخذوهم على البوكس بسرعة. ليس بإرادتنا، لا نستطيع التوقف. هز درغام، بص، مش احنا بس اللي بنتنطط وعمالين نرقص كده. اهلا، اتفضلوا معانا هنا، اتفضلوا معانا. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا. والمباني تبقى حية وتتمشى في المدينة ويتفرجوا الناس عليها. يلا يا سلام يا عيني، هز معايا، يلا تعال من الجنب كده يا ليف، قوم يلا. ايش فيه؟ ايش ده؟ جدو انت كويس؟ انت ليش بترقص كده؟ مالك بس؟ ايش اسوي بس؟ ليف، قول لي انا ايش اللي صار لي؟ انا ليش اسوي كده يا ولدي؟ وبعدين انت فين امك وابوك بالضبط؟ ايوه انا ايش دراني، انا على طول في غرفتي. استنى يا جدو، في اصوات برا. احد يجي يوقفنا. انا ما رقصتش في حياتي كده ولا حتى في فرحي. واضح كده انه الحي كله عنده مناسبات سعيده. ايوه، هز كمان. دقيقه، بوليس بيرقص والملابس تتحرك، الموضوع كده يعني انا ايش ده؟ لا مو معقول، الأشياء اللي كتبتها في مذكراتي صارت حقيقية. ممكن هذا يكون بسبب القلم الخاص اللي كان في الصندوق هذا. يلا دحين امسحهم بسرعة، يلا. ما بينمسح، ما بينمسح. ايش الصوت اللي انا اسمعه ده؟ ايش هذا كمان؟ لا هذا مستحيل. هو انت ايش كتبت تاني؟ ليه تقول لي بسرعة؟ الأحسن ما اقول اي شيء.
ايش احنا بنسوي دحين؟ ها؟ طالما القلم السحري طلع من الصندوق اللي لقيناه يعني في ممسح حقته هناك، لازم نوصل للصندوق. واحد اثنين ثلاثة. السيارة هناك، يلا نركبها. درغام هو الفين رايح؟ فين رايح؟ البيت حيروح فين يا فلافيلو يعني؟ تقريباً مش جاي له نوم فرايح يشم شوية هوا. لا تمزح يا فلافيلو. البيت فين رايح؟ فعلاً البيت ماشي. بيت درغام بيمشي لوحده، ينفع يتعمل فيلم كرتون ياباني من الموضوع ده. هذه الحفرة اللي طلع منها الصندوق، أنا اللي رميتها آخر مرة. امسكني يا جدو، لازم أسحب الصندوق لفوق. يلا طيب. يلا بسرعة بسرعة. فين هادي فين؟ تقريبا في آخره. لقيت الممسحة، أنا خمنت كويس، أنا عبقري. يلا خذ الدفتر وامسح بسرعة كل اللي كتبته. يلا تمام بمسحه. في شي بيصير. أيوة كل شي بيرجع زي ما كان. أنا نجحت، الدفتر فاضي، كأني ما كتبت بالقلم نهائي، يعني لازم أرجع كل شيء زي ما كان. أتمنى الصندوق وكل ما فيه يختفي وما يظهر تاني. إيه ده؟ إزاي ده؟ ملابسنا فين؟ هدومنا فين؟ إيش ده؟ القلم كمان بيختفي، اختفى خلاص، كل حاجة اختفت بسبب الممسحة اللي جبتها دي. كده أحسن، كله تمام، كده الحياة رجعت من غير أي أضرار. ليف، لبسنا اختفى كده مرة واحدة من غير سبب؟ ليك علاقة بالموضوع؟ كيف لي علاقة؟ ما أنا زي ما أنتوا شايفين جالس في غرفتي. خلاص هنعمل إيه بقى؟ أنا نزلت تطبيق جديد، يلا نلعب بيه سوا. تطبيق إيش تاني؟ ليش كده؟ تطبيق بيلاقي مصاصين الدماء اللي حوالينا. إيش؟ إيش؟ لا مستحيل، إياك تدخلني في الموضوع هذا معاك يا ماما. بهزر يا حبيبي بهزر. يا ليث بهزر يا ابني، هو في تطبيق كده اصلا؟ انا اصلا خفت زيك يا ماما. لو كان ده حقيقه يا ماما.